ده كان معايا ان هو في ثالثه ابتدائي دلوقتي في ثانيه ثانوي اولى ثانوي. ده بقى موسوعه في المواهب يا جماعه. مكتبه اسكندريه احتضنته مكتبه اسكندريه تلاقيه بيمثل كمبيوتر استاذ كمبيوتر بيغني بيألف بيقول شعر بيلقي شعر كوكتيل معقول موهبه. اتفضل. بس قبل ما ابدا اقول حاجه، انا اسمي مروان طارق عندي 16 سنه. انا بس عايز ايه احداث على روح كل شهيد وقع من يوم 25 يناير لحد دلوقتي. شكرا. فاتتنا كلنا دي، برافو عليك، برافو عليك. على فكره ده كان احد اعضاء المسرحيه الرائعه اللي احنا عملناها والاستاذ عثمان اسمع عليها اللي هي ميدان التحرير بعد ثوره 25 يناير. عملناها وشارك الاولاد دول في تعليمها كانوا عيال صغيرين وعملناها على المسرح هنا عملناها في المتحف القومي. والناس بكت طلعت بكت من الترس. مروان كان احد الابطال. ازرق. لان خط النيل ازرق. القلم في الفصل ازرق. واما قال مقلوب وطافح ركبوه البوكس الازرق. لبسوه في السجن ازرق. وختم فيه من نسر الازرق. البنات القطر فاتهم تحت بس تحت عينيه مثلا. واللي ضيع تستخبى تحت ليله هدس ازرق. وجميلة كان بتحشد كان لابد من فص لازم. الولد لفف ودخل فخ كان دخانه أزرق. مصمص دمه دار همه في منطلوب الشمس الأزرق. واللي قال حرام واللي قال حرام رموه في مكان ما عرفوش الكون ما عرفوش الجن الأزرق. يبقى ليه الاحمر والابيض لما هي لونها ازرق؟ القصيده دي انا بهديها لاصحابي المعتقلين دلوقتي. انا اصحابي 16 سنه معتقلين من تحت بيوتهم. احنا لا في دوله عدل ولا في دوله جميله. مع السلامة.